عشان كده لازم النهارده محمد يعني نبرز دور مجلس إدارة النادي الأهلي أكيد. لجنة المباريات اللي قايمة بدور كبير جدا خلال الفترة السابقة علشان نشوف إن شاء الله بكرة 50,000 متفرج من جماهير النادي الأهلي، ومش بنقول بقى جمهور النادي الأهلي، لا ده جماهير مصر بكرة إن شاء الله هتكون موجودة في استاد القاهرة، ناس اشتغلت خلال الفترة السابقة. ودايما في المباريات الكبيرة اللي زي دي دايما الشغل بيكون على التفاصيل، ازاي دخول جمهور النادي الاهلي من البوابات في الاستاد، حتى كمان الاتوبيسات اللي هتنقل من الميادين الجماهير لاستاد القاهره. علشان كده وجب علينا النهارده ان احنا نشكر مجلس اداره النادي الاهلي كاملا برئاسه كابتن محمود الخطيب، اللي بنقول له الحمد لله على السلامه والف سلامه وشفاك الله وعافاك، وايضا لجنه المباريات اللي عامله دور كبير ومهم. بنشكر ايضا وزاره الداخليه اللي تجاوبت مع النادي الاهلي علشان نشوف ان شاء الله او هنشوف بكره العدد الكبير من الجمهور اللي هيحضر بكره. كل القيادات الامنيه والمعنيه بهذا الامر، ان بكره الصوره مش النادي الاهلي بس، لا الصوره بكره مصر. النهارده ان شاء الله تكون البدايه من مباراه النادي الاهلي امام الهلال السوداني غدا بكره ان شاء الله، علشان نشوف اليوم ينجح، علشان تكون دي البدايه ان شاء الله لخلال مباريات قادمة إن شاء الله للكرة المصرية، وتكون هي العنوان دايما مباراة الأهلي أمام الهلال السوداني. وزي ما هنقول إن شاء الله بكرة مبروك للحضور الجماهيري، أيضا نقول مبروك للنادي الأهلي إن شاء الله وتأهله للأدوار القادمة. عايز أقول لك كابتن أسامة، يمكن المباراة دي فيها نسبة متابعة واهتمام إعلامي وجماهيري مش في مصر بس، يمكن أنحاء القارة الإفريقية الكل هتبقى المتابعة لمباراة الأهلي والهلال. كلنا عارفين طبعا إن في 7 فرق تواجدوا خلاص بشكل رسمي في قرعه الادوار النهائيه يوم الاربعاء اللي جاي، وباقي البطاقه الاخيره ما بين الاهلي والهلال، لذلك في متابعه كبيره جدا. فاحنا بكره ان شاء الله عندنا مسؤوليه، في مسؤوليه فنيه هتكون على اللاعبين والجهاز الفني، ومش محتاجين نتكلم معاهم في التفاصيل، اكيد هم ادرى وعارفين ايه اللي محتاجين يقدموه بكره لجماهيرهم في استاد القاهره الدولي. ولكن انا رسالتي لجمهور النادي الاهلي، والجمهور اكيد فاهم ده وعارف ده كويس جدا، على مدار الفتره اللي فاتت في ناس كتيره حاولت تشتت الجماهير في امور خارجه تماما عن الملعب وسياق الملعب، لكن بصراحه وبامانه على مدار اكتر من حوالي 10 ايام جماهير النادي الاهلي من خلال السوشيال ميديا ما كانش عندها كلام الا حاجه واحده بس، هندعم فرقتنا، مش هنركز في اي تفاصيل تانيه، هنآزر الفريق ونشجع 90 دقيقه في الملعب وهنجعلها كده. فاكر ماتش القطن الكاميروني في 2008؟ فاكر طبعا. اكيد في اول ربع ساعه هدفين، وكان المفعول السحر وقتها كابتن اسامه، حضرتك كنت موجود وشفت في الملعب الاجواء اللي حصلت في استاد القاهره الدولي، الجمهور كان ليه يعني فعل سحر كبير جدا ان الاهلي يتقدم على القطن في فاينل 2008 بهدفين في اول ربع ساعه. وفي ختام هذا العام الاتحاد الافريقي منح جائزه استثنائيه لجماهير النادي الاهلي افضل جماهير في القاره الافريقيه. في مباراه ثانيه برضو 2007 تذكرتها دلوقتي، كانت ايضا امام الهلال السوداني. المباراه دي قدرنا نفوز فيها لكن في اللحظات الاخيره، كان في الدقيقه 80. من هنا علشان بقول لجمهور النادي الاهلي ممكن الفوز بكره ان شاء الله ممكن يتاخر، دي كوره وارده وارد فيها كل شيء، فلو الفوز تاخر النهارده دور جمهور النادي الاهلي من اول دقيقه لاخر دقيقه، ممكن تظل النتيجه تعادل سلبي طوال المباراه، ممكن النادي الاهلي يكسب 1-0 يعني ممكن وارد، حصلت في 2000 في الثواني الاخيره، حصلت في الكونفدراليه 2014 الضائع. فبرضه ان شاء الله الهدف ده ممكن او قادر انه يعني يصعد بالنادي الاهلي. علشان كده دور جمهور النادي الاهلي من بدايه اول دقيقه في المباراه لاخر دقيقه مع صفات الحكم، دور جمهور النادي الاهلي زي ما قلت دايما يظل اللاعب رقم واحد. زي ما اقول لحضراتكم المباراه بتاعت الهلال السوداني كانت في 2007، فلافيو احرز الهدف كان في الدقيقه 81، وانا بعدها بحوالي 4 أو 5 دقائق برضه الهدف الثاني، وقدرنا نطلع بالمباراه دي 2-0، وكانت في اللحظات الأخيرة وفي الدقائق الأخيرة. علشان بكرة محتاجين هدوء، مش الهدوء اللي إن اللعيبة تبقى نازلة ريلاكس في المباراة، لكن الهدوء اللي مع التركيز اللي مع بلغة الكرة ما بقاش فيه صربعة، فيه سرعة في الأداء. طبعا الهلال السوداني عايز دايما يكسر رتم النادي الأهلي اللي هيكون فيه سرعة إن أنا إزاي أضغط، لكن فيه تركيز أيضا في التمركز الدفاعي. ما ينفعش بكره نشوف هجمه مرتده للهلال السوداني 3 لعيبه على 2 لاعبي او من مدافع النادي الاهلي، لازم دايما يكون في تمركزات صحيحه، لازم يكون في تركيز خلال 90 دقيقه، وان شاء الله يكون معانا ايضا توفيق ربنا سبحانه وتعالى في مباراه بكره. طيب في حاجه مهمه كمان يا كابتن اسامه،
ويمكن رسالة كانت